يا صباح الخير، رجعنا بساعة ثانية من صباحنا غير وفقرات وعوالم أيضا مختلفة ومتنوعة. شو بيستنانا في هذه الساعة؟ يلا نذكر مشاهدينا كمان مرة، راح نتحدث عن العنصرية على الشبكة الإلكترونية ومنحكي عن منشور عنصري ضد العرب كل 66 ثانية. البلازما ما بين التقنية العلاجية، الاستخدامات الطبية والانتشار الواسع. أدب الأطفال، الهوية الاجتماعية، البعد القيمي وتجربة الكتابة. إذن عن جديد في بداية هذه الساعة من هذا المشوار الصباحي، بنذكركم بإمكانية ضرورة ووجوب زيارة منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها موقعنا في الشبكة المعلوماتية mustawachannel.com ومنصاتنا في فيسبوك إنستغرام، صفحاتنا الشخصية أنا وعفاف أيضا. لازم نجرب مرة نعكس أنا هقعد غاد عشان يطلع وحدي ونعمل هيك بحث نشوف بركي بتزيد أكتر اللايكات والفولوز من زمان ما عملتهاش فنسيت الموقع تبعهم بالتحديد. كتير مهم وكتير منحب توصلنا كل اقتراحاتكو وكل رسالة حلوة بتبعتولنا إياها إن كانت نقد بناء أو إطراء. شكرا لإلكو جميعا، وإلى فقرتنا الحوارية الأولى. صحيح، نبدأ إذن أولى فقرات الساعة الثانية في موضوع ممكن نقول إنه موضوع الساعة. في كثير من فقرات صباحنا غير طرحنا بسياقات ومناسبات مختلفة، حكينا عن تفشي العنصرية، حكينا عن التحريض على المجتمع العربي الفلسطيني من أكم سنة مناح كمان، لكن الموضوع اختلف، العنصرية اختلفت، التحريض والدعوات للعنف ضد العرب والفلسطينيين صارت موجودة وبقوة وبأشكال غير متوقعة على شبكات التواصل الاجتماعي. صحيح أمير، بقوة. لنكون أكثر دقيقين، كل 66 ثانية عم يكتب منشور عنصري بالدرجة الأولى، تحريضي في الشبكات الاجتماعية، وهذا طبعا وفق لبحث ومسح أجرى أو أعدوا مركز حملي سنويا بعملوه، وهي السنة عم نحكي على اختلاف بالمعطيات، رح نقارن كمان المعطيات ما بين السنة الماضية وهي السنة. كل 66 ثانية يكتب منشور ضد الفلسطينيين. لنتعمق أكثر بهذا الموضوع، خلونا نصبح بالخير على الناشطة السياسية والنسوية شذا يوسف ومركزة المشاريع في مركز حملي أيضا. يسعد صباحك شذا. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. إذن هيك شذا، معطيات مش عارف إذا أوصفها بالخطيرة، يمكن دا أكون كتير هيك بتكون عندي موضوعية غير عادلة وغير منصفة إذا بقول إنه بس خطيرة. حطينا شوي في هذا الرصد اللي عملتوه، امتى عملتوه، شو البلاتفورمز او المنصات اللي فحصتوا فيها هذا الموضوع. هو صح أمير، يعني بطلنا نقدر نحكي خطيرة، صارت أكثر بكثير من خطيرة. هذا المؤشر العنصرية إحنا بنعمله كل سنة، هدفه أنه نرصد خطاب الكراهية والعنصرية الموجودة على وسائل الإعلام الاجتماعي. المنصات اللي رصدناها هي كل وسائل الإعلام الاجتماعي، منها فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، كل الوسائل اللي بنقدر نفوت عليها. بس 66% من هاي الخطاب الكراهية والعنصرية هو موجود على الفيسبوك، فهذا كان المحور الأساسي اللي احنا حكينا عنه. وزي ما ذكرتوا انه تقريبا كل دقيقة، كل 66 ثانية في منشور ذات طابع تحريضي وعنصري وعنيف بنكتب ضد الفلسطينيين على وسائل الإعلام الاجتماعي. وهاي السنة بال 2018 بالسنة الماضية كان أكثر من 470 ألف بالمجموع للمنشورات التحريضية اللي كانت ضد الفلسطينيين. وخلال 2018 وصلت ذروة هاي العنصرية قبيل منتصف 2018، فترة تشريع قانون القومية اللي كان بس بشهر 5 لحاله أكثر من 115 ألف منشور تحريض انكتب ضد الفلسطينيين. صحيح، وإحنا بتذكر يمكن السنة الماضية حكينا كل 71 ثانية كان يعني طلع أمير إنه مع كل سنة عم بيكون الوتيرة عم بتزيد. المعطيات طبعا الوتيرة عم بتزيد والمعطيات مقلقة، وبتعرفي شذا أكيد رح نوصل لهذا المحور.
لما بيكون في تحريض من قبل إنسان يهودي هذا بمر عادي، بالعكس بتشوفي تفاعل كبير معه. العربي ممكن يفصل من جامعته، ممكن يفصل من عمله، ولحق مباشر يا عفاف، يحرض من قبل وزراء. وقبل أسبوع حكينا عن هذا الموضوع. من المعطيات اللي نشرتوها أيضا شذا السياسيين الفلسطينيين في الداخل القيادي كانوا الأكثر يمكن عرضة أيضا للتحريض، للتحريض على العنف، للشتم. احكي لنا أكثر عن هاي المعطيات. طبعا زي ما ذكرت أنه بسبب تشريع قانون القومية خلال سنة 2018 فسياسيين هم كانوا بالواجهة وأكثر عرضة لهاي الموجات التحريض والمنشورات التحريضية على وسائل الإعلام الاجتماعي، وهذا بسبب أنه السياسيين كانوا أكثر يطلعوا تصريحات أسفة وفيديوهات ويكتبوا على وسائل الإعلام الاجتماعي، فعشان هيك كانوا أكثر عرضة لهاي المنشورات. وغير هيك أنه اللي بيختلف كمان هاي السنة، اللي بيميز هاي السنة بيميز بطريقة سلبية طبعاً اللي المنشورات هاي السنة تقريباً أكثر من نصفها كانت ذات طابع سياسي، فكانت موجهة بشكل مباشر للطابع السياسي وللواقع السياسي اللي موجودين فيه بالمجتمعنا الفلسطيني، وخصوصاً بسبب تشريعات قوانين العنصرية اللي كانت خلال 2018. بس عندي سؤال شذا، إذا ما كانتش في طابع أو نمط سياسي، بأي نمط تكون إذا عنصرية؟ بتكون بكل يعني بتشوف بعدة محاور، إن كان اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو ثقافي، إن كان محو هويات أو محو ثقافات وحضارات كاملة اللي موجودة بفلسطين، بكل النواحي بتشوفها. بس هاي السنة تخصصت بسبب القانون القومي، وبسبب كمان آخر السنة لما كان الحكي عن الانتخابات فصارت أكثر ذات طابع سياسي هاي السنة. بما أنه عفاف تحدثت عن الملاحقات، يمكن هل كان في ملاحقة؟ إذا نقول أوكي إحنا في منظومة اللي وكأنه بتدعم وبتعمل تعبئة لهذا الموضوع، في إعلامها الرسمي وفي إعلامها الخاص وفي منابر سياسيها هتنقول، هل كانت ملاحقات على مستوى إدارة فيسبوك أو ما إلى ذلك، حذف صفحات معينة؟ طبعا يعني إحنا دائما بنحكي عن حذف كمية كبيرة من من الصفحات والحسابات الشخصية والمنشورات والكثير من هاي المنشورات اللي هي تحتوي على انتقاد لسياسات إسرائيل العنصرية والاستبدادية، وكمان تعبير عن الرأي بس بخدوها لمحل تحريضي أكثر. وكان آلاف المنشورات اللي والصفحات. وكمان خلينا نحكي شوي كمان عن الاعتقالات، انه خلال سنة 2018 كان فوق 350 حالة اعتقال لشباب وصبايا من الضفة الغربية والقدس الشرقية على خلفية تهمة التحريض، بما يسمى بتهمة التحريض. شذا، هل فحصتوا كمان موضوع ردود الفعل؟ او يعني اوكي ممكن مرات شخص اللي هو يعمل شرارة هيك يكتب بوست، بس بتشوفي آلاف المعقبين، وهل كان في كمان يعني فروقات بين البحث اللي عملتوه العام الماضي عن هذا العام بردود الفعل؟ قديش وترتها، قديش ارقامها، قديش اعدادها، قديش اكثر بتكون عنيفة على منشور تحريضي؟ هو تحت اطار المؤشر شوي صعب انك ترصدي كل التعقيبات، بس طبعا انتبهنا انه في الحوادث اللي صارت خلال 2018، مثلا على سبيل المثال المرأة اللي استشهدت بسبب حجارة المستوطنين، فكانت هاي اكبر ذروة التعقيبات اللي كانت جدا عنصرية وجدا تحريضية وجدا عنيفة، اللي يعني كلمات عن جد بتخوف، مش خطيرة، بتخوف يعني تقرأيها تحت هيك منشور، وكمان على قانون القومية، وكمان كثير محلات يعني ذروات اللي كانت خلال سنة 2018 اللي حازت على أكبر عدد من التعقيبات اللي بتحكي عنها اللي هي كثير عنيفة. في إجابتين شذا طرقتي إلى المناطق يمكن اللي كان فيها اعتقالات، كان فيها ردود أفعال، كان فيها تنقول منشورات عنصرية وتحريضية من الدرجة الأولى. هل المنطقة أو المساحة الجغرافية أو البقعة الجغرافية بتفرق في هذه المعطيات؟ يعني هل ممكن نلاحظ أنه مثلا في شمال فلسطين أو في الداخل الفلسطيني هتنقول في أقل نسبة تحريض مثلا من المركز، أو في منطقة القدس أكثر تحريض من منطقة المركز أو من الشمال؟ هي بسبب انه الحوادث السياسيه عاده بتصير باكثر بكثرتها بالضفه الغربيه والقدس الشرقيه، فبتشوف هناك اكثر
تعقيبات واكثر منشورات اللي بتتحدث عن هاي عن هاي الحوادث. اكيد في كمان بالداخل الفلسطيني الموجهه كمان زي ما ذكرنا للسياسيين الفلسطينيين الموجودين بالداخل، بس الحوادث بما انها بتصير اكثر بمناطق 67 فعشان هيك بتشوف اكثر, صح بتشوف اكثر تعقيبات هناك. طب شذا بعد هاي النتائج المقلقه واللي احنا يعني ما توقعنا تكون افضل من العام اللي قبله، شو مركز حملي بيعمل مع هاي المعطيات؟ يعني طبعا وجود كل يوم معنا جدا مهم لحتى نكشف هاي المعطيات لاكبر شريحه من جمهور مشاهدينا. قديش احنا بنطمح وحده من الخطوات اللي بتقوموا فيها هاي المعلومات او المعطيات تنكشف عالميا طبعاً. وشو بنقدر نعمل؟ يعني هل في رسائل ترسل لإدارة هاي المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، دخلينا أكثر في التفاصيل؟ توصيات معينة طبعاً. إحنا هدفنا أصلاً من كل رصد هاي المعطيات وكمان عمل هاي التقارير هو إنه إحنا نكشف هاي المعطيات كمان للمجتمع المحلي بس كمان للمجتمع الدولي وخاصة لشبكات شركات الشبكات التواصل الاجتماعي. وإحنا دائماً من نادي بهاي الشركات إنها تنتبه لهاي المعطيات وتأخذها بعين الاعتبار، وكل مرة إحنا بنطلع تقرير جديد إحنا بنبعث للشركات خصوصاً لفيسبوك إنه ينتبهوا لهاي المعطيات وكيف التقارير عم تطلع عنا. كمان إحنا من نادي إنه يوقفوا تعاونهم، طبعاً إحنا نعرف إنه في تعاون كثير واضح بين فيسبوك وبين الحكومة الإسرائيلية خصوصاً وحدة السايبر الإسرائيلية، فإحنا كمان هاي نوع من المنادات عيتنا إنه يبطلوا تعاون وينتبهوا لهاي التحريض اللي موجود، وكمان يتعاملوا بشكل متساوي بداخل هاي الشبكات بأنهم كمان يحذفوا إذا هم بيحكوا عن تهمة التحريض، فكمان في بالمقابل الكثير من المنشورات وكمان الصفحات اللي هي عنصرية جدا وبتحرض ضد الفلسطينيين، فشو تصرفهم اتجاه ذلك. وكمان إحنا بنكمل بالتوعية لموضوع النشاط الرقمي، بالتوعية لموضوع الأمان الرقمي، بالتوعية لموضوع لثقافة إن إحنا نعمل تبليغ ريبورت على شبكات التواصل الاجتماعي كل ما نشوف منشور أو تعليق أو صفحة اللي هي عنصرية أو ذات طابع تحريضي، خلي عن جد هاي المعطيات كمان توصل بشكل مباشر لشبكات التواصل الاجتماعي. تقديم توصيات لإدارة شركة فيسبوك أو موقع فيسبوك كثير مهم، واضح إنه يمكن هذا الأمر الأهم في كل هاي القصة، ولكن هل كانت في تجربة مثلا على سبيل المثال لتقديم هاي المعلومات للشرطة الإسرائيلية اللي عم بتلاحق الناشطين العرب يمين وشمال؟ يعني هو مش عارفة قديش بالنسبة لإلنا للشرطة الإسرائيلية هي عن جد عنوان ومحل ثقة إنه نتوجه له بهذا الموضوع، لأنه بالآخر يعني هاي الجهات اللي بتحرض ضدنا وهاي الجهات العنصرية اتجاهنا إن كان بالشارع أو على شبكات التواصل الاجتماعي، فعشان هيك يعني مش عن جد هي محل ثقة، مع إنه في كثير حالات اللي بتتوجه للشرطة الإسرائيلية، بس طبعا زي كل تقريبا زي كل الحوادث اللي بتصير بمجتمعنا الفلسطيني خصوصا بالداخل هاي القضايا بتتسكر بدون ما عمل فيها اي شيء. شذا احنا اسا طبعا مقبلين على يعني احنا باوج هيك التحضيرات لفتره الانتخابات ما قبل يوم 9 ابريل، توقعاتكم بهاي الفتره يعني بدون شك راح تاثر على البحث والنتائج اللي راح تكون العام المقبل بما يخص 2019، بس اكيد في اسا ارتفاع يمكن في طبعاً. يعني اكبر دليل شفنا الحادثه اسا موسم صح موسم، بس كمان يعني هذا الحادث المؤسف الإرهابي اللي صار في نيوزيلندا صرنا أوريدي عم نشوف التحريض وبأنه يعني وكأننا بديش مستحية أقول الكلمة بقدسه هذا الشخص الإرهابي اللي هيك عمل بمجرد إن المسلمين أو عرب، ولكن إذا نحكي على مستوى مجتمعنا قديم متوقعين عن جد إنه يكون في زي ما قال أمير موسم في هاي الفترة؟ إحنا توقعنا إن المعطيات السنة الجاية تكون خطيرة أكثر وبتخوف أكثر من هاي السنة بسبب الانتخابات، لأنه إحنا بنشوف كمان إنه المحتويات العنصرية والتحريضية هي عم بتكون جزء من الـ من الـ من الحملات الانتخابية والدعايات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، فهذا بلشنا نشوفه من بداية السنة لما بدأ الحكي على الانتخابات وبدأ الحكي على ترويج الأحزاب الإسرائيلية، فهذا بنشوفه كجزء أصلاً من الانتخابات نفسها وجزء من الحملات هاي، وغير الشعب نفسه اللي هو ماشي مع التيار الإسرائيلي وماشي مع هاي التيار العنصري اللي راح يكون أكبر وأكبر خلال الانتخابات وما بعد الانتخابات. بتأمل إنه ما تكونش أكثر خطيرة من هاي السنة، بس توقعات
إنه للأسف الشذا عندي فضول أسألك، هل الإعلام الإسرائيلي اهتم بهاي المعطيات، تواصل مع مركز حملة ولا همش هذا الموضوع، يمكن لأنه بحط المجتمع الإسرائيلي في خانة سوداوية؟ صراحة لا، ما فيش اهتمام كثير، بس كمان هذا الإشي بعود لأنه نسبة كبيرة من المنشورات والتعقيبات العنصرية هي موجودة على صفحات الإعلام الإسرائيلي. طبعاً وما في أي حدا حتى بحذف ردود الفعل وهي الأمور. مؤسف، شو بدي أقول عن جد، أكثر من مؤسف. يعني أنت فاهمة، هاي بحال معلومات تقدمت للإعلام الإسرائيلي، هذا أمر اللي هو ناتج عن شو عم بيطلع على الإعلام الإسرائيلي أكثر أو أقل. صحيح في صوت هون في صوت هناك اللي عم بنتقد مثلا ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية، ولكن في تعبئة 24 ساعة. البروباغندا اللي بيستعملوها الإعلام الإسرائيلي فهي جزء كمان من بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، حتى طبعاً لو ما كناش منتبهين يعني. فيمكن مش كثير متوقع على صعيد التعامل. حكينا إدارة فيسبوك، حكينا أنه الشرطة مش ممكن تكون عنوان أو في عنا ثقة فيها. أنا بدي أحكي بس على إحنا، على شبابنا، على النشاطات اللي بتقوموا فيها بحملة لا إيصال معلومات من هذا النوع. وأنا بفكر أنه ممكن تكون جدا مفيدة لشرائح عمرية واسعة اليوم موجودة 24 ساعة على شبكات التواصل الاجتماعي، إن كان بفيسبوك تويتر وإنستغرام أيضا. احنا مشروعنا الكبير اللي موجود بمركز حملة ومشروع الأمان الرقمي اللي احنا بنرصد فيه بشكل مباشر الجيل الشباب اللي موجود زي ما حكيت بكثرة على وسائل الإعلام الاجتماعي، فجزء من هاي الورشات الأمان الرقمي اللي بنعملها مع هاي الأجيال هي كمان توعيهم على العنصرية اللي موجودة بشبكات التواصل الاجتماعي، كيف يتعاملوا معها، كمان كيف يكونوا حكيمين وأذكياء بطريقة كتابتهم وطريقة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عشان كمان نمنع من قبل الملاحقات السياسية اللي عم نحكي عنها. عظيم جدا شذا يوسف، ناشطة سياسية ونسوية أيضا ومركزة المشاريع في مركز حملة، يعطيكوا ألف عافية. شكرا لك. فعل معلومات مخيفة. امبارح بعدنك عم بحكي لواحد من أصدقائي على هاي المعلومة خلال التحضير للحلقة، الناس تتفاجأ. لحظة شوي، في تحريض بس مش لهي مش الدرجة. يعني انت فاهمين واحنا قاعدين هون أكم منشور كتب يعني. يعطيكوا ألف عافية، شكرا جزيلا شذا يوسف بالفعل على هاي المعلومات وعلى هاي النافذة المهمة جدا. شكرا لكم. طيب يا عفاف، على هيك عالم آخر يمكن مشرق أكثر. لازم ضروري دعم المواهب الشابة في كل المجالات، وموضوع كثير مهم عشان يمكن نمكن، عشان نعزز ثقتهن بحالهن، وكمان عشان نشجعهن على الاستمرار في ممارسة كل إشي حلو عم بيسووها تنقول. وهذا أمير هو كتمهيد جدا مناسب للموضوع اللي تحديدا رح نتابعه في هذا التقرير اللي بيحكي عن أمسية لتكريم إبداعات الشبيبة ضمن فعاليات شهر الأسرة في دالية الكرمل. نتابع. ضمن فعاليات شهر الأسرة في دالية الكرمل أقيمت أمسية قصيدة وصورة في المركز الثقافي تكريماً لإبداعات الشبيبة. نحن في المركز الثقافي من واجبنا ندعم هاي الطاقات وهاي المواهب الموجودة في البلد ونتعطيهم الأطر والمنصات والقاعات الملائمة حتى كل واحد منهم يعرض موهبته الخاصة فيه. سلطت الأمسية الضوء على قصة شابتين شقت كل منهما طريقها بالفن بأسلوب رائع، الأولى كتبت عن تحدياتها ومعاناتها والأخرى صورت حلمها بعدسة فنانة. صرني صور 6 سنين وكثير بحب الصور وبحب كثير صور وبحب الطبيعة، بحب الأشياء الطبيعية أكثر، مش بس الطبيعة، مش بس وعر وورود، بحب الشمس، بحب الأشياء القديمة. بدعم مستمر يبعث الأمل في النفوس تشهد دالية الكرمل نهضة ثقافية وفنية، فالمواهب كالنبتة تزهر كلما أمطرت دعما واهتماما. جميل، يعني هذا التمكين ودعم الإبداعات الشابة هيك عن جد بتعزز من ثقة النفسية، وكمان زي ما قال أمير بتشجعن أن يستمروا في هاي الموهبة. أحلى، جميل جميل جدا. إذا وجميل إنه عم بيكون في عنا بالفعل مجموعة من القصص والتقارير من
هيك قرى الجبل دالية الكرمل وعاصفية وما إلى ذلك. يعطيهن ألف عافية. طيب، ومن هذا الموضوع إلى عالم الصحة مشاهدينا الأعزاء ومشاهداتنا العزيزات، اليوم اخترنا نحكي عن موضوع يمكن لأول مرة بنطرحه في فقرة صحية طبية بصباحنا غير، ومعظمنا أمير مش أقول بس النساء، كمان الرجال كتير منهتم بنضارة بشرتنا. صح. بإطلالتنا. صح. وعن جد يمكن منقلق من أثار التقدم بالعمر، ومش تقدم بالعمر يعني 60 وفوق، احنا بنعرف اليوم 30 وفوق مش نقول في تجاعيد في كذا، لا بدي أحافظ على نضارة بشرتي ووجهي. اليوم رح نحكي عن حقن البلازما في الوجه، وإله كمان استعمالات طبية، بس بكبير كمان رح نحكي عن موضوع الوجه والحفاظ على نضارة البشرة. وبدون شك عفاف، هاي التقنية بالفعل العلاجية صار لها صدى كثير منيح وعم تثبت وكأنها نجاعتها، بس كثير مهم نكون واعيين أيضا كمان لبعض الأمور قبل ما نخضع لأي علاج، ومنها من المختص المؤهل اللي ممكن يعطينا هاي النوع. صحيح. من العلاجات، وهذا محورنا الأساس في هاي النافذة. لهيك منصبح بالخير على أخصائي الأمراض الجلدية والتجميلية واستشاري الأمراض الجلدية بصناديق المرضى ومستشفيات الناصري دكتور حليم عزام. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. في البداية صحيح يمكن عفاف هيك أكثر مني مطلع على هذا الموضوع، أنا بدي أصير أعرف أكثر من عفاف، فشو هي البلازما بالتحديد؟ عن شو عم نحكي؟ ها، البلازما من ناحية طبية هي السائل المستخرج من الدم. يعني في مصطلح خاطئ شوي نقوله، في حقن دم، هو ليس حقن دم، هو حقن سائل يستخرج من الدم. معروف أن الدم هو يحتوي على ثلاث مكونات رئيسية، للكرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء، والبلازما. عملية فصل البلازما هي حجر الأساس في العلاج في البلازما. معروف أن البلازما اليوم لها استعمالات طبية عديدة جدا، بدأ في استعمالها من سنوات عديدة جدا على يد أطباء الرياضيين بحقن البلازما بالمفاصل عند التهابات المفاصل، وامتد استعمالها لأشياء تانية، وفي الفترة والسنوات الأخيرة بدأ استعمالها بالتجميل. معروف أنه طبياً البلازما هي مكونة من عدة مكونات معينة، جزيئات ومركبات معينة، اللي منها الجروث فاكتور، منها الصفيحات، ومنها بروتينات معينة تانية. فزي ما نشوف بالصورة، البلازما هي القسم العلوي من الدم اللي احنا بنفصله بطريقه معينه. الان حجر الاساس بالفصل اللي هو 55% 55% هي البلازما. ايوه. فطريقه الفصل هي اللي بتحدد نوعيه العلاج. اليوم لكل علاج في طريقه فصل معينه. وهون العنصر المهم انه يتوجه للمحل المخول انه يفصل البلازما بطريقه صحيحه. يعني للامراض العامه اللي يعالج فيها بالبلازما اللي طريقة فصل، لا التجميل في طريقة فصل تاني. معروف أن اليوم البلازما استعملت في علاج الجروح التي لم تلتئم من قبل، كان علاجها صعب جدا، يعني للتخثر عم نحكي؟ مش على التخثر، عن بناء النسيج. الأنسجة. حالات كثيرة عولجت في البلازما وكانت ناجحة جدا، وزي ما ذكرت في السنوات الأخيرة صار في الاستعمال للبلازما بالعمليات التجميلية، وهذا شيء مهم يمكن راح يفيد كثير مشاهداتنا. بس دكتور، يعني هل تتفق مع هاي المقولة اللي بتقول إنه يعني البلازما عم تثبت إنه أفضل العلاجات أو من أفضل العلاجات هي اللي الجسم بنتجها بنفسه؟ يعني إحنا بنحكي على إذا حكيت حضرتك استخراج هيك فصل مركب، يعني مركب معين من الدم. طبعاً عملية زي ما ذكرنا في البداية الأشياء الطبية، أشياء طبية الجروح والتقرحات اللي ممكن تعالج في البلازما، لكن من ناحية تجميلية معروف أنه طبيا ما هي الشيخوخة. هون لازم نطلع إحنا على الشيخوخة. الشيخوخة هي فقدان لأنسجة وخلايا الكولاجين وألياف الإلاستين الموجودة تحت الجلد. مع العمر هاي الألياف تتكسر وتتلف. استعمال البلازما وحقن البلازما، وأنا أصر على كلمة حقن لأنه يمكن استعمال اليوم البلازما في السوق الطبي بأشياء تانية، سواء كان حبوب أو كان كريمات، واللي كلها برأيي أنا هي غير ناجعة، لأنه بس الطريقة الناجعة هي الحقن. فعملية حقن البلازما للجلد بتعيد بناء الألياف المتكسرة تحت الجلد من الكولاجين وبتبنيها من جديد. علاج البلازما اليوم أصبح علاج
شائع جدا وفيه نقطة مهمة جدا أذكرها، اللي هي إنه العلاج هو وقائي. يعني اليوم الطب أصبح من طب آني لسه منعالجه لطب وقائي. ممكن إنسان يأخذ دواء معين لفترة 10 سنين، عدم تخثر الدم أحسن، يصير في عنده جلطة في القلب. كذلك البلازما ممكن إحنا نستعملها اليوم بس التطعيم أحسن من إنفلونزا معينة أو ما إلى ذلك. 100%. فعملية حقن البلازما هي بتفيد آنيا لاكتساب نضارة في الوجه، وبتفيد للمستقبل في بناء الألياف اللي تكسرت مع العمر، تلفت مع العمر تحت الجلد. جميل جدا، هيك فتحت لنا أمل يعني. أكيد أمل موجود. وعلى فكرة العلاج عند الرجال لا يضاهي النساء، لكن في نسبة معينة من الرجال بتساوي علاج البلازما اليوم مع زيادة التوعية والوعي للموضوع. طبعا احنا كنا نسمع هيك كمان من يعني من سنين او من عشرات السنين، كنا نسمع عن فنانين كثير مشاهير اللي بيستعملوا حقن البلازما بالفعل كعلاج او كماده محافظه على نضاره الوجه. الله يطول بعمر عمرو دياب يعني في هذا الموضوع. من ناحيه نعم. عفوا سؤالي هون يمكن واضح انه هاي مادة ممكن تكون مفيدة جدا، هاي مادة مركب أساس من الجسم أو من الدم عفوا، يمكن مش واضح أنه في لها أعراض جانبية أو أضرار، هل هذا الإشي موجود؟ لمين مش مناسب؟ سؤال جيد، سؤال جيد. أولا هي مناسبة لكل الأعمار، عوارض جانبية ما في، لأنه الدم يؤخذ من الجسم يكرر يفصل ويرجع للجسم بنفس اللحظة خلال نصف ساعة. فعوارض جانبية مش مذكورة بالمقالات الطبية، مش موجودة في حياتنا العملية احنا بنشوفها كل يوم. عوارض جانبية ما فيش، وبعيد وبذكر ان هي مناسبة لجميع الاعمار من جيل 25-30 وفوق. هي مناسبة. جميل جميل دكتور، الله يبشرك بالخير. طب بدي اسالك، انت مش بحاجة عفاف. شكرا امير، شكرا. بدي اسالك في لا يعني جيل 18 مش مناسب يعني هاي كمان اترقت حلوه. دكتور حليم، ايضا احنا بنعرف هيك لما كنا يعني نعد هاي الفقره ونبحث في استخدام مثير للفضول كمان، وبقولوا بيعالج او بيساعد على يعني التخلص من موضوع الصلع، ان كان عند الشباب ان كان عند الصبايا. ناخذ من حضرتك نبذه على هذا الموضوع، قديش عن جد اليوم في عصر اللي فيه عم نسمع زراعه الشعر عم تاخذ هيك اكثر اهتمام؟ صح. لا، في ناس اللي عم بتروح على علاج البلازما وعم بثبت نجاعته. طبعا سؤال مهم جدا وسؤال مركزي في الموضوع. زي ما العلاج يفيد في بشره الجسم، بشره الوجه اللي بيعيد بناء البشره، في بصيرات الشعر حقن البلازما يعيد النشاط لبصيرات الشعر اللي هي نايمة لفترة معينة أو مختفية لفترة معينة، في سبات معين بالضبط. فالعلاج الشعر اليوم أثبت علميا وأثبت مخبريا برضو أنه مفيد جدا في نمو الشعر. حقن البلازما بالشعر بيؤدي أنه بصيرة الشعر تزداد من كثافتها، تزداد من قوتها، وتعمل أنه تفيق كل البصيلات اللي في سبات من فترة بعيدة. هذا واحد ناحية علاج. معروف ان اليوم بعد عمليات زرع الشعر مجبور واجباري انه نعمل عملية البلازما بعد زرع الشعر، لانه اذا ما بنعمل عملية البلازما 50-60% من الشعر المزروع ممكن انه يتساقط. فبعملية حقن البلازما اللي يوصى عليها من جميع اللي بيزرعوا شعر سواء كان في البلاد او خارج البلاد، إنه عملية البلازما في عدة جلسات بعد عملية الزرع. فالبلازما علاج ناجح جدا لنمو الشعر، وفي كتير حالات اللي ما توجهوا لزراعة الشعر لأنه استفادوا مع علاج البلازما ووفر على نفسهم عملية زرع شعر. دكتور، أنت قلت إنه عملية فصل البلازما عن الدم تختلف من هدف إلى آخر. نعم. وهون عم نحكي عن البلازما عموما فصلت بشكل مختلف ايضا، فصلت بشكل مختلف واخذ يعني مش كل البلازما اللي احنا بنفصلها احنا بنستعملها في الحقن، انما هناك جزيئات من البلازما، هاي مركبات معينه بناخذها بطرق معينه، بطرق مخبريه معينه اللي بيكون فيها طبيب المختص في الموضوع. خلينا نفوت على هيك الشق التقني كمان دكتور، رح نحكي عن مين الناس المؤهله بالفعل، ولكن
عشان هيك أعطينا أمل شوي للمشاهدين إنه في علاج اللي ما فيه أعراض جانبية وما إلى ذلك. هذا الإشي اليوم متاح بشكل عام برأيي أخ أمير، إنه الشخص المخول إنه يعمل عملية حقن البلازما هم شخصين، هم طبيب الجلد وطبيب الجراح التجميل، هم شخص مخولين. اليوم بنشوف بالسوق في كتير ناس صار في عندهم عملية استعمال بالبلازما وحقن البلازما. أنا ما بعرف قديش إن مؤهلين إنه يزرعوا إنه يعملوا هاي العملية، لكن الانتشار صار واسع جدا وصار في استعمال البلازما بشكل كبير كتير. أساسا لاستخراج الدم من الجسم المفروض يكون يعني طبيب أكيد. مؤهل، فهذا شيء مهم مشاهدينا ينتبهوا له. دكتور بفكر قبل ما ننتقل يعني لموضوع آخر في الدقيقة المتبقية، مهم نحكي عن إنه البلاس أو الإشي الإيجابي في موضوع البلازما للشعر، إنه مش المفروض زي عملية الزراعة إنه نحلق الشعر أكيد صحيح؟ لا لا، فيعني إذا الصبايا ممكن يكون جدا مريح لإلهن هذا الموضوع أكيد. لأنه ما فيه فترة اللي هي راح تكون بدون شعر في منطقة معينة. أكيد لا، عملية حقن البلازما ما تتطلب أبدا حرق الشعر وتخفيف الشعر، فبتنعمل ببنج موضعي بتخدير موضعي المعالج أو المعالج ما بشعرش في شيء، وعلاج ناجح. وإحنا أوكي. أخيرا من ناحية منالية وإتاحة، هذا إشي متوفر ولا إشي تجميلي اللي بحاجة الواحد يدفع عليه تريليون شيكل يعني لا، بحاجة الإنسان يدفع عليه بس مش تريليون شيكل، أخف كتير من هيك. في مراكز اليوم كتيرة، في مراكز في عدة مدن ممكن التوجه ل كما مرة شهادتي مجروحة بأطباء الجلد لأنه طبيب جلد، لكن التوجه للإنسان الأخصائي بحاجة لجلسات مختلفة؟ طبعاً طبعاً بحاجة كم جلسة تقريباً؟ بين 3-6 جلسات. بفرق شهر عن كل جلسة يعني. لا أمير، هاي بالنسبة فيش واو، هاي بالنسبة للسيدات هذا إشي كتير سهل، من 3-6 جلسات. في علاجات بتأخذ 12 جلسة وبدك أكتر من هيك، فبالعكس يعني عدد معتدل. أنا يعني اتفاجأت شوي، أنا ما كنتش أعرف أي إشي عن البلازما وعن هذا العلاج، يعني ممكن كإشي تجميلي بالأساس. هو بالأساس طبي ومن ثم تجميلي، يعني بدأ في الموضوع بناحية طبية لشفاء الجروح وشفاء التقرحات عند الجراحين وجراحين التجميل، وامتد في السنوات الأخيرة للحقل التجميلي. أنا بدي أشكرك، إحنا بدنا نشكرك دكتور حليم عزام أخصائي الأمراض الجلدية والتجميلية بالفعل على هاي النافذة. على 30 أروح؟ انت عم تزي بعدك مش طبيعي هنا. انا بحجز موعدي زيك عند الدكتور. شكرا دكتور، شكرا لحضورك معنا ولهذه التوضيحات المهنيه جدا حول هذا الموضوع. يا مشاهداتنا العزيزات ومشاهدينا الاعزاء، هذا كان حول موضوع البلازما. طيب اجى وقت القهوه. طبعا هيك قال مصطفى، اجى وقت القهوه يا جماعه. قهوتنا غير رجعت ورجعت بطاقات جديدة وبشخصيات جديدة ومع الزملاء الأعزاء جميعاً كمان رجعت. هاليوم عم نقدم لكم قهوتنا غير مع شخصية كثير اشتغلت من وراء الكواليس في عالم المسرح بالتحديد، واللي بيعرف عالم مسرح الميدان في مدينة حيفا بيعرف أكيد نجدية إبراهيم. قهوتنا غير لهذا النهار مع نجدية إبراهيم والزميلة لنا زريق. صباح الخير، فقرة جديدة من قهوتنا غير. شهر أذار شهر نحتفي فيه بالأم، بالمرأة، بالعائلة، بالولادة، بالطبيعة، بتفتح الزهور، بالربيع، وأكيد أكيد بالحياة. نقول صباح الخير اليوم لنجدية. صباح الخير نجدية. أهلاً، صباح النور. كيفك؟ الحمد لله تمام. يعني ما أجمل الواحد يبلش نهاره بين كل هالزهور. فيش أحلى من الورد. وسطهن زهرة. تسلمي، شكرا لك. يعني اكيد هيك بتفيقي كل يوم الصبح مع طاقات اللي بدك تستقبلي كل هالزهور، كل هالالوان، بتعطيكي طاقه، بترجع لك طاقه، صح؟ اكيد فيش احلى من الورد، تفيقي بتصبحي بالورد، احلى إشي بالدنيا هو الورد. جميل جدا. واكيد شهر اذار هو شهر مضغوط لمحلات الورود، اكيد مجهزين نفسيتكم. الله عيد الام وعيد المراه، يوم المرأة العالمي، صح؟
كله حاضر وكل يوم عم نشتغل لساعات متأخرة عشان نلحق نكفي للناس شو بطلبوه. حلو حلو جميل جدا. طيب أنا كتير حابة إنه إحنا نتعرف أكتر ونعرف الناس على نجدية اللي عندها صفات وخصال كتير كتير مهمة خصوصا بهذا الشهر، كتير بحب نحكي عنها. بس هيك نقعد هيك قاعدة رايقة على فنجان قهوة عشان نبلش لقائنا مزبوط إن شاء الله. يلا تعالي تفضلي. فنجان القهوة يعني إحنا دايماً منصبح مع فنجان القهوة، وأنت بالنسبة لك فنجان القهوة هو إشي أساسي لبداية النهار؟ أهم إشي فنجان القهوة الصبح، من دون فنجان القهوة بقدرش أكمل نهاري وأصحصح. شو هيك بنتك أنو شعور لما خلص أنت أخذت وجبة القهوة تبعتك الصبح؟ بصحى وبعطيني طاقة. إيش أي قهوة بتحبي؟ كل أنواع القهوة بحبها، قهوة عربية، نسكافيه، كل القهوة بحبها. أنت كتير 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 بتهتمي بقضية القهوة، لأنه بتذكر لما كنت بالمسرح نجدية للي ما بعرف هي ميك أب أرتست البدايات يعني اللي بلشوا بهذا المجال عندنا خصوصا بالمسرح، وكنت دائما لما نطلع على عروض كنت دائما جيبي معك او مرتبان اللي هو النسكافيه الانستنت او قهوه عربيه او ترموس، دائما انت تحافظ على هاي الاشياء. هاي التفاصيل كانت كثير كثير مهمه لك، ولا مره تروح عن بالك؟ لا بتروحش عن بالي، لانه الممثلين كانوا بحاجه لهي القهوه تكون قبل العروض او خلال العرض كمان، فهي اشياء اساسيه يعني تكون موجوده معي في شنطه فيها كل العده اللي لازم تكون موجوده لفنجان القهوه. طب انت دائما تعاملتي مع الجمال من ناحيه الميك اب ارتست، يعني تعاملتي مع المكياج مع الزهور، شو هذا بالنسبه لك؟ شو بنطيك هل هذا فيه شيء علاجي؟ هل هو فيه شيء اللي انت فني، لمسه فنيه؟ احكي لنا اكثر. هذا انا بحسه كحياتي، المكياج هو حياتي. انا بتمتع لما بقعد بمكياج، كثير بحس بمتعه انه اشتغل على وجهي، على وجهي كثير بحس انه متعه اقعد اشتغل. وبالنسبه كمان للورد بعطيني طاقه كثير حلوه، بعطيني أمل، الورد بعطيني أمل، بعطيني حياة، بعطيني حيوية. إذا يوم واحد ما قدرتش أنزل على المحل بحس إنه في عندي ناقص، في إشي ناقصني. حلو. طب هاي القهوة وصلتنا يعني إحنا نسلموا. كل واحد أنت شو طلبتي؟ أنا طلبت قهوة مع حليب كابتشينو، أنا طلبت أمريكانو مع حليب سخن. تشربي من دون سكر القهوة؟ بدون سكر طبعا، لأنه القهوة سكر؟ لا، لأنه القهوة إذا نحط لها سكر بتروح طعمتها. صح، أنا بحب، أنا متعود بفكر. تعودتي بدون سكر؟ إيه لا، كنت أشرب مع سكر وصرت أشرب بعدين من دون سكر، فحسيت إنه طعمة القهوة، نكهة القهوة أزكى من دون سكر، نضل نكهتها فيها، السكر بخرب لها الطعمة. طبعا احنا يعني نشكر مقهى سارو اللي هو موجود في حيفا في شارع يافا، مقهى جدا قديم انا جدا بحبه. شكرا لاستضافتنا لنا، وارجع لنهارك بعد فنجان القهوه، وين كنت تروح؟ على المسرح. على المسرح، شغلي بالمسرح، وكمل نهاري بشغل بالمسرح، يا اما عروض يا شغل مكتبي اللي هو ترتيب العروض، ترتيب لسكرتاريا، لتسويق، لكل الشغل بالمسرح. انت بدأت مع المسرح، مسرح الميدان بالتحديد من 96. من لما افتتح، يعني افتتح او تأسس مسرح الميدان في 95، وانت دخلتي كميك اب ارتست هناك، صحيح؟ صح. لا، فتت بالاول كملبسه للممثلين، بعدين انا كان في عندي بالاول متعلمه كشعر وتجميل اللي هو ما خصش بمجال المسرح، وكملت بالمسرح. تحكي عن
شهر أذار. شهر أذار هو مثل ما حكينا شهر الأم وشهر المرأة، ويعني بدي أوصل كمان شغلة اللي هي كتير كتير مهمة. يعني أنا بعرف إنه لما كنتي أنت معانا بالمسرحية تطلعي معانا، كنت أسمعك دائما تحكي مع أولادك بالتليفون، اه ماما وين صرت وانا وصلت على الصف على المدرسه على الشغل. كثير كان كثير يثيرني علاقتك باولادك. وبدي ارجع لورا شوي لطفولتك. انت فقدتي امك بجيل جدا جدا صغير، 15 سنه. انت فقدتي امك واضطريتي انك تساعدي الوالد بتربيه اخوتك. كيف هذا شكل عندك شخصية الأم، شكل الأم، شو دورها، مهامها، مسؤولياتها لطفلة؟ يعني 15 سنة هي ما زالت طفلة. مسؤولية، كانت مسؤولية كبيرة. طلع هي مش هوينة، كانت كتير صعبة. 15 سنة هو أول طلعت البنت اللي بدها تشوف حالها، جيل المراهقة بدها تشوف نفسها، فكان كتير إشي صعب. فلما كان عمري 15 سنة ما كنتش حاسة إنه أنا بنت 15 سنة، كنت صرت يعني امرأة. نضجتي بسرعة بسبب هاي الظروف، بسبب ظروف وفاة أمي نضجت بسرعة، مسكت مسؤولية كبيرة. فالحمد لله كنت أدي المسؤولية. إخوة اللي هني أنا بفتخر فيهن، يعني كل واحد عنده صار حياته الخاصة وناجحين. يعني شغلي كان كتير صعب اللي هو بالمسرح. أنت أكتر واحد بتعرفي ممثلة كيف كان شغلنا. أمرتي نبدأ مثلا نهارنا يكون 5 الصبح نكمل يمكن للخمس المغرب. كان عندي غياب كتير طويل من البيت، مش بس من المسرح، كمان يكون عندي تصوير أفلام أو تصوير تلفزيون أو في الخارج. كان في سفريات خارج البلاد، اشترك بمهرجانات كتير، كان عندي سفريات خارج البلاد. بس أنا كنت قد هاي المسؤولية إنه أطلعت ربيت أولادي كمان هن على المسؤولية. والحمد لله نشكر الله اليوم أولادي ناجحين. بفتخر بأولادي من كل النواحي، من ناحية ترباي، من ناحية علم. أنت إيجابية جدا، وخصوصا بعد اللي مرقتي بالفترة الأخيرة من سنتين لما اكتشفتي انه في عند مرأتي المرض. لا يعني حتى انا عم بستصعب اني اصدق، وانا مستصعب كيف انت، انا مستصعب اني احكيها. لا انا ما استصعبتش، انا امرأة جبارة. شو بدي اقول لك، بالاول طلعت هي بالاول انا ما صدقتش، يعني لما حكوا لي انه انا عندي سرطان بالمعدة. اوكي شو العمل؟ ولا إشي، استئصال بالمحل اللي هو موجود فيه. بعدين كان في إشي غريب إنه لا ننقيم كل المعدة. شو تقيموا يا عمي كل المعدة؟ قال كل المعدة، كيف بدي أعيش، كيف بدي أكل، كيف ها؟ بتعيش حياتك طبيعية الحمد لله. من المعدة عايشة حياة طبيعية، بعد في أوجاع وبعد في نزلان بالوزن، بس هذا إشي منيح يعني نزلان بالوزن. صرنا سيمباتي، بس أكيد مني. أهم إشي الصحة. بس أي تجربة لما مرقتي كل هاي طلع هي مش تجربة، شو غيرت لك بالحياة؟ شو شفتي بالحياة؟ أقول لك إشي، تجربة مش هويني بالمرة، ما كانت هويني. تجربة كانت صعبة كتير، خصوصا الكيماوي مش هوين كان علي، من ناحية أوجاع من بعد ما أخذت الكيماوي، كتتان الشعر، الشغلات اللي كنت أشوفها كمان بالقسم اللي أنا كنت أكون فيه، ناس اللي يرجع لها المرض، ناس اللي هي تتوفى، بس كله تقبلته بطريقة كتير إيجابية. قلت لا أنا لحد هون ستوب، أنا بدي أعيش. في أنا عندي عيلة، في عندي صحاب، في عندي إخوي، جوزي، الكل بحاجة لإلي، وأنا بحاجة للحياة. أنا بدي الحياة، بدي أعيش بالحياة هنا، بديش يصير ولا أي إشي اللي يفقدوني وأنا أفقد حالي. فأخذت كل إشي بطريقة إيجابية، وطبعاً أكيد يعني بفضل كمان خواتي وجوزي وولادي وقفوا حدي، كانوا يدعموني. يعني ما كناش ماخدين إنه نهاية العالم، لا الحياة بدها تستمر. إذا ناخذ هو المرض خلص إنه هو ستوب، إحنا بدنا ناخده بطريقة سلبية، فهذا بأثر كمان.
أنا بعرف إنه هذا المرض كمان نفسي، إذا نفسيتنا كانت منيحة فالإشي بيمشي بطريقة أسرع والواحد بيشفى منه، إذا نفسيتنا كانت سلبية فهذا بأثر كمان. يعني نجدية مع هذا التوجه للحياة وهذا الأمل والتفاؤل ما في إشي ممكن يوقف قدامنا بهاي الإرادة الحديدية. الحياة بدها تكمل. أكيد أكيد بدها تكمل بكل طريقة طرقها بالحياة بدها تكمل، إن كان في موت بدها تكمل حياتنا. يعني فقدت أبوي كمان قبل سنة ونص، كان صعب علي لأنه كتير كتير قريبي. بتعرفي فقدان أمي كان صعب بس كنت بعدني صغيرة، فهون كنت كبيرة وكنت كتير متعلقة بأبوي، بس بشتاق له يعني وبشتاق لأمي، بس بحس أنه مشتاق لأبوي أكتر لأنه كنت أقرب وأكبر وأوعى ووقف حدي أكتر كمان، وكان هو سندي يعني. بس بقول الحياة بدها تكمل بكل الظروف الصعبة واللي بحلوها وبمرها. حلوها وبمرها. أنا قبل كمان تقريباً شهرين قالوا لي إنه المرض رجع لعندي، وبلشت فحوصات من أول وجديد وأروح أعمل الفحوصات وأنا أضحك. ووقت ما كمان نزلت على العملية كنت قاعدة أضحك، شفتهم كلهم هيك معبسين وإشي كان يبكي ويخبي وجهه، وأنا أقول لهم ليه بتبكوا؟ فيش إشي يبكي، لازم نضحك، يكون في عنا أمل تفاؤل قوة. أهم إشي القوة بالحياة هاي. ما أجمل القوة. أنا عندي ثلاث شغلات بالحياة، هي القوة، المحبة، العطاء. ما أجملك نجدية، شكراً كتير كتير. يعني حبينا أنه نلقي ضوء على امرأة بالفعل جبارة، كانت أم وما زالت أم للممثلين في المسرح ولعائلتها. شكراً لك، شكراً حبيبي. على فنجان القهوة اللي قعدتي معنا فيه. شكرا لزميلي لنا الزريق على هاي الفقرة من قهوتنا غير، ومن القهوة إلى إشي مرتبط شوي يمكن بالقهوة، القراءة والمطالعة اللي بتنور عقولنا، بتهذب نفوسنا، وبتكون أو بتكون وسيلة لحتى نكون مطلعين، أصحاب مقولة، أصحاب رأي، منكشفين على كتير شغلات، كتير عوالم. والأجمل من هيك أنه لحتى نوصل لهيك مرحلة المفروض نزرع هاي البذرة في عقول ونفوس الأطفال، لنحبب الطفل بالكتاب أكثر، نقربه من الكتاب أكثر، وكمان نخليه منكشف على كتير قضايا عم بتصير حواليه، عم بتواجهه ورح تواجهه كمان. مش بس هيك أمير، يعني الإشي الحلو أنه رح نحكي كمان بهذا العصر، ودايماً يمكن إحنا بنطرح هذا المحور، قديش القصة بتأثر على أفكار الطفل، قديش بتأثر على سلوكياته، قديش بتأثر على تعامله مع مخاوفه، وقديش القصة بعد إلها مكاني وبعد إلها دور لحتى اتغير من رؤية هذا الطفل. والحلو أنه وراء القصة دايماً في قصة، في تفاصيل، في دافع للكتابة. عن هالمحورين رح نحكي في سيرورة كتابة بالفعل. خلونا نصبح بالخير على ضيوفنا الكرام في هذا المحور، الأستاذ محمد بدارني، أديب الأطفال ورئيس تحرير مجلة الحياة للأطفال. صباح الخير. صباح الخير. وأيضا أريج عساف دموني، معلمة لغة عربية وكاتبة أيضا. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. أنا بدي أبلش من يمكن الإشي اللي أنا شايفه على الطاولة، وهو الحياة للأطفال، هاي المجلة اللي بالأساس كانت توصلنا وإحنا بصفوف الأول والثاني، توصل شهريا أو ما بعرف كل فترة معينة توصل على المدرسة أو توصل على الصف اللي عاملين اشتراك واللي مش عاملين اشتراك كمان. قديش اشتغلتوا أستاذ على أنه بالفعل تقربوا هذا العالم من الطفل، الطفل يكون متواصل مع الكتاب، متواصل مع الكتابة، متواصل مع القراءة، جزء من نهاره من يومه. المتعة والاستمتاع والتحليق على أجنحة الفرح ورسم الابتسامة صباح مساء. صحيح صباحنا غير لازم نشقه في الابتسامة، بس صباح مساء باعتبار ما قبل النوم أروي لك حكاية. فالمتعة هي المحور الأساس ومفتاح القلب، إذا أردت أن أدخل إلى عقلك
قليلا من الفكر، فعلي أن يعني أخوض معك تجربة السباحة في نهر المتعة والفرح. بعديها يسهل أن أدخل في ذهنك وعقلك نوع من عصف من الأفكار، بقولش أدخل إلى ذهنك وعقلك أي نظرية، إنما يعني تفتح قلبك وتفتح عقلك لكي نعصف بالأفكار. فقضية المتعة هي غلاف مجلة الحياة للأطفال، هي غلاف كل كتاب وإصدار، هي فاتحة وخاتمة كل قصة شائقة. ولو سريعا استعرضنا عناصر القصة كما يفهمها رواد القصة والمفكرين والأدباء في هذا الجانب، لكان على البداية كما كان استقبالكم الجميل الباسم الرائع في بداية كل لقاء هو دخول فالقادم أحلى، كذلك في القصة فكل بداية ممتعة شائقة، حتى البداية اللي هي عنصر من عناصر القصة لها عناصر كيف تصنع من هاي البداية قطعات حلوة. رح نحكي كمان عن السيرورة في هاي الصناعة، السيرورة في صناعة كل عدد يمكن من مجلة كالحياة للأطفال في خلال هاي النافذة. ومهم نحكي كيف نوظف المتعة كمان للحفاظ على الموروث الاجتماعي بعد شوي. أستاذ محمد أريج، يسعد صباحك عن جديد وأهلا فيك. أوش نقول كمان مبروك للإصدار ورد والعنكبوت. وأنا زي ما حكينا بالافتتاحية أنا وأمير كتير مرات أو غالباً وراء القصة بيكون في قصة، رح نحكي عن القصة العلاجية ورح نحكي عن كتير محاور أخرى وعن أدب الأطفال في البلاد، ولكن احكي لنا القصة اللي ما وراء أو اللي كانت دافع لكتابة ورد والعنكبوت. طبعا قصة ورد والعنكبوت هي قصة التي أصدرت قبل شهر تقريبا. قصة ورد والعنكبوت هي قصة ابنتي ورد. ورد هي بنتي عمرها 3 سنين. الله يخليكي. ورد بيوم الأيام إحنا فتنا بدنا نتحمم زي أي طفلة بدها تستعين بأمها بدها تفوت تتحمم. فتفاجأت ورد بوجود عنكبوت في البانيو، خافت ورد وكانت ردة فعلها ردة فعل جدا تعال نقول نسميها خوف أكثر من المعدل الطبيعي يعني. ومن وقتها وورد ترفض إنها تفوت تتحمم وما يقارب شهر كامل وإحنا منعاني في قضية إنه نفوت على الحمام خوفا من إنه يظهر عنكبوت مرة أخرى. فبلشت أفكر شو كان ممكن أو شو ممكن أساوي علشان ورد فعلا تقدر تتخطى هاي المرحلة، مرحلة الخوف من الحشرات من العنكبوت خصوصا هون. وأنا أعلم تماما أنه خوف من الحشرات يعني هي قضية اللي ممكن تكون تواجهها أو يواجهوها عدة بنات فتيات خصوصا في هذا الجيل، البنات أكثر صحيح. من الأطفال، وكل امرأة أو صبية أو حتى بنت بتعرف إنه هي بتخاف من الحشرات أكثر من الرجال أو أكثر من الذكور. ففكرت شو ممكن أساوي عشان عن جد هقدر أساعد ورد في تخطي هاي المحنة. فكرت في كتابة قصة، ولكن قبل ما أكتب القصة زي أي أم بتدور بقصص ممكن إنها تساعد أطفالها في إنها تتخطى هاي المشكلة. بحثت صراحة عن قصة لأنه أنا بآمن في القصص العلاجية وبشتغل فيها أيضا في مجال شغلي كمعلمة لتخطي صعوبات معينة عند الأطفال. بحثت ولم أجد أي قصة تتحدث عن الحشرات على الأقل محليا، فقررت أن أكتب قصة. في البداية كتبت القصة طبعا دون رسومات دون صور لورد، محاولة يعني قدر المستطاع أنه تتخطى ورد هاي المرحلة. حسيت انه ورد تفاعلت فعلا مع القصه، واسا رح نحكي كتفاصيل عينيه شو في القصه. حسيت انه هي تفاعلت فقلت طب بما انه كتبتها ليش ما انشرهاش. فكانت عندي اول تجربه لنشر هاي القصه. توجهت طبعا لدار النشر وتفاجات برحابه الصدر اللي كانت فعلا كبيره للموضوع، وكان واضح لي انه في تعطش كان لهذا الموضوع، وتم قبولها للقصة فبالتالي أصدرت. عظيم 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 جدا فعلا. بشكل عام تعاملنا مع الشغلات الصغيرة، تعاملنا مع الحشرات كمان أريج، وإيش كتير حساس كتير دقيق يعني. كمان إحنا تعودنا من إحنا وصغار كل إشي صغير، نملة صرصور مش عارف نحلة حتى، كل إشي لازم نقتله لأنه بخوفنا. صح صح صح
فكيف تعاملتي مع هذا الموضوع؟ الفكرة كانت هنا في القصة في إنه الأم لما شافت العنكبوت طبعاً خوف الطفل من المهم أن يبرز من المهم وباعتقادي خطأ كتير كبير إنه أجي أقول لطفل ما تخافش لأن الخوف هو إحساس طبيعي كلنا منعيشه نعم. فكتير مهم إنه إحنا نعرف إنه الخوف هو شعور طبيعي جدا ولكن السؤال ماذا نفعل بعد الخوف يعني أنا شفت شيء معين هنا أزاني كيف يجب أن أتصرف حتى لو كان في خوف هذا لا يبرر لإلي في إنه أنا أقتل العنكبوت ففكرة الأم كانت في القصة في إنه هي وجهت ورد نعم. في إنه أنت خائفة منجيب علبة صغيرة حط فيها العنكبوت الأم في القصة حملت العنكبوت إلى الحديقة توجهت إلى الحديقة فتحت العلبة وورد تتبعت خطوات أمها فرأت العنكبوت يتسلق على الشجرة ويبني بيته الجميل بخيوط يحيكها بنفسه وعندها تعرفت ورد على هذا الكائن من كائن مخيف من كائن سبب لها مشكلة دامت فترة زمنية طويلة الآن هو كائن فعال في المجتمع تفاعلي في خلفية في دراما حواليه طبعا في قصة تعرفت على هذا العنكبوت لو الأم أو ورد قتلت العنكبوت لما تعرفت ورد على العنكبوت وحتى في نهاية القصة تقول نهاية القصة إنه ورد أصبحت تنتظر العنكبوت مجددا حتى يضيع ويزور المغسلة التغيير بسلوكيات الطفل عن طريق القصة العلاجية بعد شوي رح نحكي سريعا عن الرسومات قديش ساهمت في إيصال هاي الرسالة أستاذ محمد بما أنه عم نحكي عن قصة علاجية مع حضرتك وتحديدا يعني في سياق الحديث عن مجلة الحياة للأطفال نحكي عن أهمية الحفاظ على الموروث الاجتماعي من خلال الكتاب من خلال المجلة اللي هي متلائمة بالمضمون وبالشكل وبالصورة لجيل القارئ ولاهتماماته أيضا أنا ولدت في القرية التي باتت مدينة وفيها البطيخ وأروع وألذ ما تنتجه وما تعطيه الأرض أنا ولدت في الغالية عرابة ومن هناك إلى هنا ترجلت من جديد على أجنحة الخيال والفرح وفي عرابة للأرض مساحة وافرة من البطين الأيمن من القلب ولذلك على سبيل المثال باعتبار الموروث حب الأرض وفي من القصص الجميلة اللي محمد بدرني كتبها للأطفال حكاية الحبل الطويل وتتحدث عن طفل اسمه أمجد وآخر اسمه أحمد أحدهما بعد أن فقد الوالد الأب كان نصيبه الكرم الزيتون والآخر لم يكن نصيبه إلا حبل بطول مترين مترين وربع في أحسن الحالات فيبدو أن الإبداع هي عملة علينا أن نشحن ذهن الطفل في جميل قديش النتاج الأدبي اليوم لحظة أكمل قصة فكرة الأرض إنه القصة يعني تؤتي أكلا وثمارا من خلال المتعة كيف يمكن للطفل صاحب الحبل أن يستخدم الحبل لسبع أو ثمان مهام ومهن مختلفة فهذا المبدع وذاك الذي تخلص من الكرم بسرعة وباعه فبالتالي قضية الأرض وجدت طريقها أيضا في لقاءاتي مع طلاب فرسان الضاد النخبة والخيرة من كل مدرسة وألتقيهم سبع مرات مرة كل أسبوعين فمن باب حياكة وتطريز في الكتابة نعلمه الحياكة والتطريز في الكتابة أيضا وجد أرضي أمي عنوان طريقه إلى الطلاب إنه كيف لنا أن نكتب خاطرة عن أرضي أمي وكما سمعت قبل قليل آذار شهر الولادة والحب والأزهار إيه؟ عظيم جدا سريعا قديش اليوم بالفعل النتاج الأدبي اللي موجود بين إيدين طلابنا في المدارس حتى إيه؟ يفتقد لهاي القيم يفتقد إلى الموروث الاجتماعي والتاريخي أيضا لشعبنا نعم. ومجتمعنا نعم حقيقة أنا لا أرى إلا النصف المملوء من الكأس
لأنه أغلب اللي في الساحة لا يرون إلا النصف الفارغ من الكأس، فدعني أتكلم عن النصف المملوء من الكأس بأنه موسوعة التراث الشعبي الفلسطيني، وقد ساهم في كتابتها محمد بدرني بجزء صغير، وكانت حصة الأسد للرائع الراحل عبد اللطيف البرغوثي، الدكتور عبد اللطيف البرغوثي اللي كان محاضر في جامعة بيرزيت. فقصة الشعبية، القصة الشعبية واحد منها الموروث، القصة الشعبية يعني الفلسطينية واحد من الموروث اللي مفروض يصل لأطفالنا. هل يا ترى هاي الرسومات الجميلة، هاي الموسوعة أمامنا، هاي الرسومات الجميلة الباسمة وحب الجدة مع الحفيدة قد تؤتي أكلا؟ على سبيل المثال في قصة عادة حليمي لعادتها القديم، فهي قصات وحكاية مثل، لكن أنا يعني لما بقرأها كل مرة من جديد بقول فيه مش بس يعني توضيح لحكاية المثل عادة حليمي لعادتها القديمة، إنما فيها حبكة بليغة وروح الدعابة ممزوج فيها لدرجة إنه يصبح المثل قصة ممتعة أكثر صحيح. من المثل صحيح. فهذا بنحاول نوصله، وهيك بنحافظ على هذا الموروث اللي مرتبط بشكل مباشر بمجتمعنا بموروثنا الثقافي والاجتماعي. أريج سريعا وبكلمة أخيرة، أهمية القصة العلاجية بدون شك ورد والعنكبوت أفادت كتير من الأطفال ومش بس الجميلة ورد، أهمية القصة العلاجية وين نقدر نلاقي هذا الإصدار؟ بداية القصة العلاجية حتى نوضح، أنواع القصص بأدب الأطفال هي عديدة، منها القصص الواقعية، منها القصص الفكاهية، منها القصص الخرافية، ومنها القصص التي تكتب على شكل شعري معين للجمالية اللغوية. أنا برأيي كل قصة بإمكانها أن تحدث تغييرا سلوكيا للطفل أو معالجة مشكلة معينة للطفل بإمكاني أن أعتبرها قصة علاجية. يعني ما في أن أجي أقول هذه قصة علاجية هذه ليست قصة علاجية، إذا أنا كوسيط نجحت في إحداث تغيير معين لدى الطفل في تصرفاته وفي سلوكياته وإلى آخره تعتبر قصة علاجية. وأقصد بالوسيط حتى أوضح، يمكن أن أكون أم، يمكن أن أكون معلمة، يمكن أن أكون معالجة من خلال القصة أو من خلال الأدب، هذا هو الوسيط. شكرا جزيلا أريج عساف دموني وأيضا الأستاذ محمد بدرني بالفعل على هاي النافذة. بنتأمل أنه يبقى في عند طلابنا بالفعل هذا الشغف دائما، لا مش بس القراءة وتداول هاي الكتب، وإنما أيضا الكتابة، وهذا نقول خلق القصة من جديد. طبعا، وبهيك ومع هاي النافذة الرائعة منكون عم نوصل لختام هذا المشوار الصباحي مشاهدينا، على أمل تكونوا استفدتوا وأيضا استمتعتوا في كل ما جاء في هذه الحلقة من صباحنا غير. وأكيد منذكركم بإمكانية وضرورة ووجوب ووجوب متابعة صفحاتنا عبر الشبكة الاجتماعية وأيضا موقعنا الرسمي مساواة شانل، وبكرة حلقة جديدة من صباحنا غير. إلى اللقاء. إلى اللقاء.